اتفضل يا عم الناس. مفتوح يا باشا. اتفضل يا عمنا يا عمدة. يا باشا صباح الجمال يا عمدة. حصر ان شاء الله يا باشا. عينيا يا باشا، تحت امرك يا باشا. ربنا يخليك، نور الدنيا يا عمدة. ربنا يخليك يا باشا، عمدة بلدنا. اقسم بالله تسلم يا خال. حضرتك اساسا منين؟ من السعيد بقى. سوهاج يا باشا، احسن ناس رجاله سوهاج. طب ما انت يا عم الحاج ما شاء الله عليك، انت وابنك البرنس ده، يعني تلاقي علاقاتكم حلوه في اكتوبر هنا. الحمد لله. طبعا والله مسيطرين يعني. الحمد لله ما شاء الله. تعرف بقى بتعامل، انت شغال في المقاولات؟ في المقاولات، معانا عربيات وبلد ورمله وبتبني بقى وتهد وبتاع. طب تعرف فنانين بقى؟ طبعا انا اعرف الكابتن عمرو. عمرو مين؟ عمرو المخرج ما شاء الله. طب عرفنا على الناس دي يا عم. ده انا ابنك يعني، عند الموهبه وبيقول عليها ممثل. باشا تحت امرك، وانا اوريك باللي انت عاوزه. ربنا يبارك لك يا عم. طب انا هقلدك، انت بتحب، بما ان انت راجل صعيدي زي الفل، هقلدك واحد بتحبه وانت تقول لي هو مين. ماشي. وقف مكانك، انت بتكلم رئيس الجمهوريه يا ولا. ها بيقول لك في مواطن كان بينشر الغسيل في البلكونة ونقطت المية على مواطن تاني. قالوا لك ان مصر فيها فتنة طائفية. فيها ايه؟ فتنة طائفية. انا بقول لهم من موقعي ده، من التاكسي ده، ان الديمقراطية لها انياب. ايوه طبعا. الديمقراطيه ليها ايه؟ انياء. ايوه انياء. يا حاج قول انياء. انياء قول انياء. الصلاة على النبي. ايه رايك يا حاج؟ بعرف انا والله العظيم فنان. والله العظيم فنان محترم. طب ايه؟ طيب ساعدني بقى. طب ادي لك حته كمان، حته تقليد انت هتحبه ده. بص مصطفى. باشيتا يا مصطفى، باشيتا اللي تقف الدهب ابدا يا عم. خلاص انا ورايا رجاله تاكل الزلط، تاكل الحديد، تاكل الاثبات المسلح. تاكلك انت، تاكلك انت. خلاص يا عم امشي بقى. بس يا ابني خلاص يا باشا. انت تضربني يا جدع ولا انا محترمك عشان خاطر ابوك؟ يا باشا خلاص يا باشا. اقسم بالله عشان خاطر ابوك، اوعى يغرك ان انت صعيدي. ده انا من سجلت يا باشا. على عيني وراسي. انت تعمل ايه؟ هضربك هنا وربنا انت تضربني يا جدع. واحد الله، اقسم بالله ده العمده ده فوق دماغي. ماشي ربنا. انت خلاص تضربني. خش يا عم الفنان وخلاص. عيب. مش يا عم عيب كده. اقسم بالله ما هكلمك عشان خاطر ابوك. يا ابني امشي بقى. ابني ايه يا ابني؟ انا يا ابني عندي عيال قدك يا ابني. يا باشا خلاص. متربي لا متربي. غربيه لا متربي، وانت عارف انه متربي. وعيب عليك. مش هتلحق يا جدع. ما لحقوش يا مستعيب انت. يا عم خلاص. يلا يا عم خلاص يا عم. لا لا لا, لا يا عم خلاص. يا عمده مالك؟ قلنا خلاص يا عم. بقول له انت تمام زي الفل. خلاص طيب خلاص يا حاج. ما هو ما ينفعش. واخد مغنى وجعنا. انت يا ابني هيش على ما فيه. خلاص يلا. انت بتقول مش عشان ما اضربكش ربنا. اضرب مين يا عم؟ انت ايش على ما فيش والله يا ابني. ده انت عبيط. انا عبيط ايه؟ طب يا ابني خلاص يا ابني. حاج انا هعرفك ان هو ايش على ما فيش. بص راح احنا قاعدين عادي اهو. صح اهو. شفت يا ابني؟ بس خلاص ربنا يضربه. هو بتضرب يا جدع. بص بيشتمني يا حاج. يا عم خلاص يا عم. انت سوقت. احنا رايحين مشوار ورا. احنا نشاكل نشاكل. ما حدش يعرف يشاكل معايا يا عم. انت سوقت تاكسي لو رحت ولا جيت. لا يا حاج انت بتلخبط كده يا حاج. يا عم خلاص. وانا مش عايز اخرب يا حاج. ما تخلينيش ازرجن عليك. نمرة الزرجن يا حاج. ما اقول لك ايه كده كسرك في بعضك. كسر مين؟ انتوا عاملين عليها رباطيه. اقعد انت. تكلم مين؟ امشي. كلم مين يا اخوي؟ بكلم مين؟ انا مش يا عم. ده انا على الحرام. يا جدع يا جدع يا جدع امشي بقى. ده انا هدا بس يا اقف بيك على جنب. اعرفك. اوف انت اوف اي جنب. ده انا تطلع ايه؟ ده انا هعرفك دلوقتي. اوه انا هعرفك. انا ازيك بتعملوا معايا كده ليه يا عم؟ خلاص يا عم قلت لك. خلاص يا عم. يا حاج انت هتضربني عشان خاطر ابنك. تضربني عشان خاطر ابنك. تضربني عشان خاطر ابنك. تضربني عشان خاطر ابنك. يا عم في فلافل يالا والدكان. انت بتضربني عشان خاطر ابوك معاك يالا. ده انت 10 منك بجنيه يالا. ده 10 منك بجنيه يالا. اتفقنا نروح عشان بص دي بص. اوه يالا. اوعى يالا. ايه ده يالا؟ ازاي الحاله دي ولا لا؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ما شاء الله. بالله ما شاء الله ومرايا والله. اخوات انتم؟ اه. ايه؟ اخوات؟ اه.
يعني؟ يعني مش عارف بس ماشي. معلش يا ابني بقى جدك يعني تعلنا كده. ربنا يديك الصحة يا حبيبي. والله يا بنتي ربنا يعني يكرمك. والله العظيم الظروف والحال ما يعلم بيها الا ربنا. جدك بيدور على فلوس وشيال عشان يجيب العلاج ليا ولمراته. والله العظيم يكرمكم ويحرمكم. يعود عليكم الايام بخير ويجعل لكم كل خطوه سلامه. هادي يا كريم والله العظيم ثلاثه. لو اقول لك اني بحبك الحب شويه عليك. انا مؤاخذة والله. لا ده لو انوك شغال علقت معايا. الله يسلمك. معلش يعني كده لو فيها اساءة ادب يعني. زي ولادي وانا مش ركزي فاطلب منكم يعني. جدك محتاج بس يجيب علاج والله. فلو في اي ولا خلاص. خلاص يا بس ما شاء الله قمرايا والله العظيم. مخطوبة انت ما؟ لا مش مخطوبة. انت قمر بس يا حاج في ايه؟ يلا يلا ما فيهاش حاجة. يلا جاي جدك يلا. وبعدين انا 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 بتاع الحلال. انا متجوز 8 يلا. متجوز 8 لحد دلوقتي. ربنا يديك الصحة يا حاج. جدو يا عتريس ايوه قول لي عملت ايه؟ جدو يا جدو يا حبيب قلبي يا راجل عسليه. عملت ايه؟ يا جدو جدو مستني حد؟ هو عتريس بصاحبي يا باشا. احنا عايزين نروح هنروح يا جماعه هنتبسط. جبت لك يا جدو الصاروخ اللي انت عايزه. واحده 28 سنه هتدلعك. عارف لو دينا يا اكبر؟ لا 28 سنه عسل وزه وزه. جدو لطيف. ايوه خبره وعنيه طبعا يا جدو. اقسم بالله شبه القمر دي كده والله. يا شبه القمر دي والله العظيم. متشاور اقسم بالله مهرها اهو. ايه ده يا جدو؟ خد يا عم. ايه ده يا عم؟ انت كريم سنك وبص قدامك. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه ده ايه ده؟ يا عم انت بص يا عم. هو انا يوم ما ابص لواحد قد جدي؟ ايه ده ايه ده؟ يا بنت ده بالحلال يا بنت. انا قلت بص قدامك ولا حرام؟ بص قدامك عشان ما نمددش. جدو لطيف يا بنت. يا عم لطيف. حد يقول لجدو لطيف؟ حد انت بص قدامك. ايه جدو؟ عتريس انا بتضرب يا جدو. ضربتك يا عتريس. ضربتني بالقلب يا جدو. انا حبيتها اكتر. يا عم انت يا عم تعبيط. انا بحبها والنص. تعبيط يا عم ولا ايه؟ يا عم بالحلال يلا شوف مهروختك كام يلا. يعني ايه يا عم مهروختك يا عم؟ انت يا ده اما مهروختك كام يا عم؟ بص قدامك يا عم. بص قدامك وامشي بعد اذنك. يلا يلا ما تمدش ايدك عليه. اه جدو يا جدو يا جدو يا جدو. يعني ايه؟ انا بحب العنف يا عتريس. يا عم دي بقى اللي هتنفع معايا. انا كده. هو انت نازل تشتغل ولا نازل تبص اصلا لبنات الناس؟ يا بنتي بالحلال والله. حلال؟ وانت بتعرف حلال قوي؟ يا بنتي حلال ربنا ايه؟ هو الراجل طلب الغلط. يا عم انت لسه بتطلب فلوس يا عم؟ ايه ده يا عم؟ بص قدامك بعد اذنك. انا بغزل انا يا غسيل. ماشي بص قدامك بقى. انت راجل كبير. ولا انزل انا انت كبير. انت راجل كبير. انا لو مش بحبك يا عم. بص قدامك يا عم. بتحب مين؟ انت هتعمل لي فيها سبع البوم. يا جد بتديني بالقلب يا جد. عارف يا عتريس اقول لك؟ عارف يا عتريس انا لو مش بحبك يا عم. بص قدامك يا عم. يخرب بيتك. انزلوا يا جد. نورتونا في الكريزي تاكسي. كنا بنصور كل اللي فات ده. بقول لك ايه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حبيبي فين يا حبيبي؟ فيصل. طوابق فيصل يا اسطى. طوابق فيصل. فين يا حبيبي؟ يديك الصحه. امين يا رب. ويبارك يا رب يا اسطى. الله يدعمنا الدم. جدك بقى كبير بقى. ربنا يديك الصحة. والله العظيم والصحة يعني راحت بالوباء. ربنا يديك الصحة يا رب. يكرمك ما يحرمك يا ابني. يعود عليك الأيام بخير ويجعل لك بكل خطوة سلامة يا رب. ويرزقك ويبعد عنك شر الطريق. أهم حاجة شر الطريق. أنا وأنت أصلاً.
النبي يا ابني لو ما فيهاش زايد ادب عايز اجيب الدواء بتاع مراتي. كنت محتاج يعني اي حاجه؟ انا معيش فلوس اديك يا اسطى. انا اي حاجه يعني اي اللي يجي منك حلو بعيد عن الاخرى. يعني عايز ايه يعني؟ معلش اي مساهمه. ربنا يبارك لك يا حبيبي. مش فاضي. تسلم يا ابني. تسلم تسلم. ربنا يبارك لك انا. ربنا الله يرزقك. انت محترم وربنا يجعل لك في الام بالاحلومه. يا رب. والله العظيم. وعليك ربنا يفشلك. خلاص بقى يا اسطى خلاص خلاص. ربنا يفشلك والله. خلاص يا اسطى. ايه. خليك. الواد ده انا عايز اعرف عايز يتعالج. هيركب معانا؟ اه عاوز على طريقنا. جده لطيف يا سكاره. اركب اركب يا حبيبي. ازيك يا جد لطيف يا عسليه يا راجل عسليه. الله يخليك يا جد يا حبيبي يا جد يا عسل يا جد انت. مبسوط يا اسطى. عادل يا حبيبي يا عم غلط ماني ضايق اهو. بقول لك ايه يا جدو انا جبت لك الفرصه اللي انت عايزها يا حبيب قلبي ربنا يكرمك. مبسوط يا اسطى. عندها 28 سنه بس اهم حاجه ترفع الرايه يا جدو لطيف. ارفع الرايه جدك لطيف خبره وعنيد. انا عارف انا عارف يا جدو لطيف. تعبان وصحتك على طب يلا بقى اديني بقى عشان خاطر ادلعك يا عم. روح روح خد يمكن دول. ايوه يا جدو لطيف دول تمام. دول وخد كمان دول. ايوه يا جدو. بس لو ما عجبتنيش. انت لسه قايل ظروفك صعبه يا اسطى. بتاخد مني فلوس تديها له؟ لو تجيب لك مين بقى قول لي. لو ما عجبتنيش ازعل منك زعل جامد. لا يا جدو بس اهم حاجه تعزم الراجل الطيب ده. بس ويعزمنا على ايه يا عم؟ جدو لطيف. اجي فرح فرح ايه؟ اجي تيجي تشرفني. جد لطيف هيتجوز وهنفرح. يلا جد مستلف مني الفلوس. قول لي هجيب لك سعد الصغير وصف. هجيب لك مين بقى من الرقصات؟ سعد الصغير وهات لي المص وعبد الحمود. المص وعبد الحمود هجيبهم لك كلهم. وسفينات وسفينات ماشي يا جد. بحب سفينات بال 200 جنيه اللي استلفتهم. انا كلام من ربنا. ايه يا اسطى يا اسطى انت بتستلف فلوس عشان تتجوز بيها وتعمل حاجه مش كويسه. انت عايز ايه يا اسطى؟ في ايه يا اسطى؟ انت عايز ايه يا اسطى؟ يا اخي انت عايز تستلف مني فلوس يا اسطى. بتستلف مني غير. ايوه بتستلف مني فلوس. جايب الفلوس اللي بتطلعها. ما تستلفش مني فلوس يا اسطى وتديها لواحد عشان امشي في الحرام. حرام ايه؟ ايوه حرام. يا اخي تقول كده يا اسطى. في ايه يا اسطى؟ انت عمال تضرب ليه؟ نقط جدا. انت راجل كبير وانا مش عايز امد ايدي عليك. امد ايدك يا اسطى. مش عايز امد ايدي عليك يا اسطى. خليك كويس كده يا اسطى. يا اسطى انا لحد دلوقتي محترمك مش عايز امد ايدي. ما تخليش اضربك. صدقني هضربك. تضرب جد لطيف يا عم. انت عايز انت كمان؟ لا لا هضربك. جد لطيف شاب خفيف. اوعى خفيف ايه وتقيل ايه يا عم؟ ايه يا اسطى؟ يا عم انا انزل له ونص. انزل له يا جدو. طب نذيع الحلقه دي ولا ما نذيعش؟ يا ابني لسه منزلني والله من البيت. انا كنت اجازه النهارده قال لي تعالى في تصوير. ماشي يا معلم. باشا يا باشا حضرتك شغال في الفن بقى عليك. اه قاعد مخرج. ساعد مخرج. خلي بالك يا باشا انا عندي موهبه والله. والله العظيم ما اعرف اقلد فنانين كتير قوي. زي مين مثلا؟ يعني انا اقلد لك مثلا فنان احمد السقا. اديك حته؟ اديني حته. اقول لك بعد ما لف حواليك ونفخ دخان سجارته في عينيك لك يا حسن منصور هيبيع الارض للنجاحة يا حسن. صح يا عمي؟ صح يا عمي؟ يا لا 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 يا باشا اتريق يا باشا عليا يا باشا انت كده يعني. انا بهزر معاك في ايه؟ لا والله بتتريق. طب اديني رقم موبايل. رقم؟ اه اديني كام؟ اديك كام؟ يا باشا اسمع حضرتك رامي. ايوه. انت شغال مدير انتاج ولا مساعد مخرج؟ مدير انتاج ومساعد مخرج. طب انا اقول لك على حاجه. قول لي بقى. اتفق معاك على اتفاق. قول لي. انا اقول لك واحد مشهور لو قلدته اخدك معايا دلوقتي. يا نهار ابيض يلا بينا. ايه رايك؟ امرا والله العظيم. قلد لي جون محمد صلاح في روما. اهو. التاكسي. مو صلاح مو صلاح
مو سلام. لا مش ده، ده بتاع الماتش اللي فات. انا عايز روما لما شوط قال لي هو بقى بيشوط الكوره كده من الزاويه. قال لك ده احنا في التاكسي. اه انت باشا بتتريق عليا؟ لا انا بهزر معاك. لا انت بتتريق. انت بتهزر معايا يا عم؟ انا بهزر معاك كده، انا بعرض عليك مواهب. مش انتوا بتهزروا معايا؟ انا بهزر معاك يا باشا، وانا ما عرفتكش يعني. تو ميديا، ادي كاميرا ودي كاميرا ودي كاميرا. ايه ده بقى؟ مش فاهم. طب اقول لك اخر المسلسل. اخر مسلسل ايه؟ طلعت فيه ايه اخر مسلسل؟ مع مصطفى شعبان. ايوه قفشت الدنيا بقى. ايوه والله العظيم يا عيب عليك، ده انت عالم يعني. قفشت من بدري. الله يبارك لك. طب ما تقول لي. طيب ما انا قلت اسيبك يا عم. انت سايبني عمال اهري كل ده. نتسلى مع بعضينا واحنا ماشيين. طب نذيع ولا ايه بقى؟ نذيع يا عم، ان شاء الله مش مشكله. انت والله العظيم نورتنا وشرفتنا. ربنا يخليك. استاذ رامي قفشني يا جدعان. سهل والبروكه. اه مني مهندسين. هلا مهندسين. عليكم السلام ورحمة الله. منين انت؟ تجمع. ايه؟ تجمع. وشك حلو والفيزا يعلق. مين من المهندسين؟ عند مصطفى محمود. جمع مصطفى محمود. ايوه بتصلي؟ مش بصلي، بس هو انا نازل عنده. ايوه ماشي ماشي. انت شكلك ولد محترم. الله يخليك حاجة. الله. ربنا يخليك. انت رايح فين بقى؟ انت فين؟ ايوه صحيح صحيح. ايه كلمني بقى اللي هتبع النظر بقى. اقول لك ايه يا ابن الحلال انت؟ يعني انا زي ابوك يعني، لو انت اخوه يعني انا اجيب علاج انا ومراتي والدنيا يعني نشفى زي المستشفى. اي حاجه يعني. اي حاجة حبيبي، اي حاجة. والله العظيم الواحد ظروف وحشة حبيبي حبيبي. ربنا يخليك حرام يا ابني. لا 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 ايه، ربنا يبارك لك يا ابني. على طول كده يا ولد. ربنا يبارك لك. ربنا يوريك كل حاجة حلوة. يا جد لطيف يا عسلية. حبيبي عامل ايه يا جد؟ مين انا؟ انا انا يا جد. ايوه الولد العسل. انا يا جد حبيب قلبي. مين ده؟ بحبك يا جد. اخبارك ايه يا قلبي؟ حبيبي يا راجل يا عسلية يا سكار. انت ايه يا جد لطيف؟ بقول لك ايه يا جد؟ خلاص بقى انا بسألك من الصبح يا جد. يعني ده ايه زي ابني يعني؟ انا زي ابني. انا طالب منه حاجة كده وهو جابها لي. يا جدو انا جبت لك الصاروخ اللي انت طالبه يا جدو لطيف. ايوه العب وريه. هدلعك يا جدو. انا عايز ادلع يا جدو لطيف خبره وعنيف. اه وشاب خفيف. ايوه ودمه ظريف. ودمه ظريف. الله عليك يا جدو على حكمك الجميله. حبيبي 28 يا سنه هتدلعك. ايوه اهم حاجه بقى ترفع الرايه يا جدو. ارفع الرايه وانا من امتى نزلتها؟ اه يا جدو. اه عسل يا جدو والله. اهم حاجه بس عايزين البرادس عشان خاطر ندلع الدنيا. اي برادس ايه حبيبي يا جدو؟ يا مدلعني الدنيا عايزة كمان. اللهم صل على النبي يا جدو. بلاش يا معدة. ايه عايز ايه يا أعزائي المشاهدين، النهاردة في حلقة جديدة من كريزي تاكسي. فين يا باشا؟ في المهندسين يا باشا. ميدان لبنان يا باشا. ميدان لبنان؟ في حتة معينة في ميدان لبنان ولا ميدان لبنان نفسه؟ اتفضل يا باشا وأنا هقول لك. ماشي يا باشا. شغال يا باشا هناك ولا شغال فين؟ يا باشا؟ المهم شغال في المهندسين ولا شغال في المهندسين؟ شغال في المهندسين. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. شغال ايه يا باشا؟ بوزع بضاعة. بس بضاعة راح الم وحصل فلوس البضاعة. بتتعامل بقى انت مع مين بقى في الشغل بتاعك يا باشا؟ طبيعي يعني اي زي اي موزع حضرتك. بنوزع شغل ونحصل فلوس الشغل. شغل ايه بقى؟ ايه طبيعة شغلك يعني؟ مش شغال في ايه حضرتك؟ ملابس حضرتك. ملابس. طب ما ده زي الفل ما شاء الله. ده حاجة حلوة قوي. ملابس دي ملابس
ملابس سعد يعني. مش هقدر. ربنا يساعدك يا باشا ورزقك. بقول لك يا باشا، بتشوف ممثلين وكده؟ اه طبعا بنشوف كل حاجه. طب والنبي يا باشا ما تعرفش تساعدني في حوار كده؟ اكون جاي اجيبك وانا بقلب ممثلين وفاكره يعني وسامعني بتاع عندنا شخصات. اسمع مني الحته دي، عندك الفنان الشنا متاخر بس والله يعني حاول تشد شويه عشان متاخر. هقلدك ماشي، هقلدك الفنان يوسف جوهري. ده معقولة ساعات الأرضي يجي عيل زي محمد هنيدي ده ما مالوش يومين في الوسط وياكل من الجو بالطريقة دي؟ يا للهوي، فكرني الثانية هانم بنت سلطح ملطح باشا. ماما يا روح أمك. اقسم بالله ممتاز والله، بس انت مش قادر تفهمني. انا ده مش يعني دي مش حق، مش مجالي ولا سكتي ان انا اساعدك فيها. طب قلت لك حد تاني؟ معلش انا اسف. قلت لك الفنان محمود المليجي؟ مصطفى باشيتا. يا مصطفى باشيتا اللي تقف قدام ابدا، انا ورايا رجاله تاكل الزلطه. استاذ ايدك يا استاذ، تاكل الحديد. استاذ ايدك بعد اذنك، تاكل الاسبات المسلح يا مصطفى. انا بتقمص. طب ما تتقمص هتمسكني من القميص؟ خلي عندك ذوق بقى واتكلم معايا بقى عشان انا كده هتقني. انت كده تخلينا ابتدي اتقني يا باشا والله. يعني حاول تتكلم معايا من غير ما. طب ده طالع مليجي ولا لا؟ ايدك اهم حاجه. مش مليجي طيب؟ ما طلعش هو المليجي؟ انت معايا في التاكسي لازم. انا ضحكت وهزرت وهزرنا وعملنا كل اللي انت عايزه. طب خلاص يا عم انا. وسمعنا حضرتك يا عم ما تسمعش، ده مش مجالي ولا سكتي. انا مش هستفاد بحاجه يا استاذ لما تقعد تعمل لي زقه وتعمل لي استاذ محمود بعد ما انت فوق راسي. انت احسن من الناس دي كلها، بس انا ماليش نفع دخان سجارته في عينيك. قال لك يا حسن منصور هيبيع الارض للنجايحه يا حسن. صح يا عمي؟ صح يا عمي؟ يا استاذ ايدك، لو استاذ قلت لك ايدك حضرتك انا هبتدي ان انا مسميني المتقمص. طب حضرتك ايدك والله مسميني المتقمص. يا استاذ ايدك بعد اذن حضرتك. خلاص بعد اذن حضرتك. خلاص نغني عشان ما استخدمش. غني لنفسك لما تنزلني. اعمل كل اللي انت عايزه، كل الشغل اللي انت بتعمله ده لما تنزلني. يا عم خلاص انا اقلد لك عشان بعد اذن حضرتك. انا انت كده بتستفزني. ده حاجه غريبه. وقف مكانك انت يا ابني. ثابت يا ابني ولا انت شارب حاجه؟ وقف مكانك، انت بتكلم رئيس الجمهوريه. ده حاجه غريبه. وقف مكانك يا ولا. يا ابني انت شارب حبيتين. اوعى يا ولا واقف قدام رئيس الجمهوريه. يا ابني انت شارب حبيتين عصير. مواطن بينشر غسيل في بلكونه نقطت على مواطن تاني. طريق قال لك ان مصر فيها فتنة طائفية. بعد اذنك نزلني. فتنة طائفية. بعد اذنك نزلني عشان ما تنفذش. انا بقول لهم من التاكسي. بعد اذنك نزلني. ان الديمقراطية ليها انياب. ليها انياب. بالله. يا ابني يا علي يا ابني انت مجنون. يا ابني يا علي يا ابني انت مجنون. بس انا بتقمص. يا ابني انت مجنون. بقول لك ما تصدعناش، نزلني يا عم. بلاش السد. بعد اذنك عشان احترمك ما تتكلمش بايدك ولا تقرب مني. طب سبحان الله. ده انت مستفز متطفل قوي كل شويه. مستفز متطفل ايه بقى؟ انت هتعمل لي فيها البنجستان جو اللي ما تهدى على نفسك يا راجل. انت مش عايز تساعد شكلك يا ابني. ما تمدش ايدك. مش عايز تساعد اخوك يا ابني. ما تمدش ايدك. انت لازم تقف جنب اخوك. عيب انا اخوك. عيب انا اخوك. عيب ما يصحش يا ابني. قلت لك ما تمدش ايدك. طب انت يا ابني ما تمدش ايدك وركز في الطريق يا ابني. هتعمل خلينا نلبس في حاجه يا عم. انا هقلد لك مش بمزاجك غصب عنك. ما تمدش ايدك يا ابني. انت غصب عنك ولا غصب زفت؟ هقلد لك محمد منير. شكلك عايز تتضرب. انت شكلك عايز تتضرب عن حياتي. يا ابني ما تمشي. انا قلت لك بقى. قلت لك عشان هبوظ لك وشك خالص. خليتي. لك هبوظ لك وشك ده خالص. وخلاص. يا ابني وركز في الطريق. الله يخرب بيتك. بقول لك انت. بقول لك ايه؟ ساعدني وخلينا مهد. يا جدع بقول لك ايه وعلى جدع. يا جدع بقول لك ايه وعلى جدع. انت من انت انت مجنون ولا ايه يا ابني؟ يا ابني فوق. قلد لك اخر تقليده. ايه الليله الزرقاء اللي انا فيها دي؟ يا ابني افتح الباب ده يا ابني. عشان خاطر قلد لك. انت يا ابني انت اخر حاجه والله. يا ابني قلت لك نزل ايدك. قلت لك اخر حاجه بقى. بقول لك ايه يا ابني؟ يا ابني بقول لك اوعى ايدك يا ابني. جدع عندنا يا جدع. اوعى كده يا جدع. لا 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 الله. البضاعه معايا. افتح يا ابني الباب ده. يلا الفلوس كمان معايا. افتح يا ابني الباب ده. الفلوس معايا والبضاعه. افتح الباب ده بقول لك. الفلوس معايا. انت يا ابني انت والبضاعه كمان. انت يا ابني. بس خلاص بس. ايه يا عم انت مجنون ولا ايه اللي بتعمله ده يا عم؟ يا عم انا وايه القرف ده؟ بص كده احنا بنصور. نزال الحلقه دي ولا ما نزالش؟ نورتنا وانت طيب. مساء الجمال والدلال والقمر. مساء الجمال
وين؟ الله اكبر. اذان بقى. حضرتك اساسا من الهرم ولا حضرتك اساسا من ايه؟ لا انا عندي شغل بس في الهرم، خلصت برضه. شغال فين في الهرم؟ انا شغل اصلا علاقات عامه بس نازل من الهرم يعني بخلص شويه حاجات كده. بسم الله ما شاء الله علاقات عامه، ده انت بسم الله ما شاء الله حضرتك كتير. حاجات على قدنا ما شاء الله. بتقابل ايه بقى يا باشا؟ بتقابل فنانين ولا سياسيين ولا بتقابل ايه بقى؟ مذيعين ولا فنانين ومذيعين؟ مذيعين. بتقابل مذيعين؟ طب ما ده شيء مخوف بقى. والله عايزني اسمعك حاجه بقلب ممثلين وبتاع. لو عجبت حضرتك تساعدني بقى. ممكن. استنى بص يا باشا، انا هقلد لك واحد انت بتحبه. وقف مكانك. انت بتكلم رئيس الجمهوريه يا ولا؟ وقف مكانك يا ولا، وقف مكانك. انت بتكلم رئيس الجمهوريه؟ لا وقف مكاني. كاميرا قد زمانك. المصحف الشريف عجبتك؟ انا لك اخر حته. مين ورق ايه اللي معاك؟ وانا يا صرصار لو عايز ازيك اجيب لك امر ازاله. انا فعصك برجلي. طب زمانك مش حقيقي. انا فعصه برجلك. ماشي. الفنان الله يرحمه خالد صالح. طبعا طبعا ده مثل الاعلى. قلت انا خالد الصاوي. طبعا والله العظيم اكيد طبعا. احنا خالد الصاوي وعمارة يعقوبيان. لا 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 بلاش عمارة يعقوبيان بقى، تركب بقى ومنزلنا احسن فاهم. انت شكلك مش سالك. انت مش بس بقى اتفضل بقى شوف طريقك عشان نوصل. لا انت مش سالك يا باشا. بعد اذنك، بعد اذنك كفايه غلط لحد كده. اتفضل شوف طريقك عشان نوصل يا عم. بالراحه عليا. بايدك بقى بعد اذنك عشان ما اضربكش. اضرب مين يا عم انت؟ حبيبي ايدي عليك والله بجد يا عم. اتكل على الله ربنا بجد والله. اشكال وسخه والله العظيم. انا مش عارف على الصبح كده يا باشا. انت مش سالك. انت بعد اذنك ايه مش سالك وبتاع؟ انت هتصاحبني ولا ايه؟ لا 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 انت يا بابا. بعد اذنك نزل لي بقى. بعد اذنك، بعد اذنك كفايه اللي تضرب كده. انت مجنون على فكره. انت مجنون. انت شخصيه مش طبيعيه. بعد اذنك نزل لي. نزل لي بعد اذنك. ايه ده معاك؟ بعد اذنك ايدك جنبك. ايدك جنبك. اوعى اوعى يا عم انت. اوعى يا عم انت. اشكال وسخه اقسم بالله. طيب عامه انا فندم بقى، احنا كنا بنهزر مع حضرتك. طب نزل لي. مفيش هزار وبتاع يا عم. انت ايه اللي بتعملوه ده؟ في ايه؟ ازاي ده مقلب في كريزي تاكسي؟ انت نورتنا النهارده في كريزي تاكسي. Yeah.